برنامج متكامل لتفعيل الاستثمار. محمد توفيق علاوي. يعتمد تفعيل الاستثمار في العراق على توفير الكثير من العناصر الحيوية التي يجب أخذها بعين الاعتبار من قبل الحكومة لانتشال البلاد من التدهور، وذلك بحسب ما يطرحه المطلعون على الشأن الاقتصادي المحلي للعراق. أول وأهم ما يشدد الاقتصاديون عليه هو القضاء على الفساد المستشري في البلاد، وذلك باختيار النزيهين من هيئات الاستثمار وإزاحة المتهمين بالفساد وتلقي الرشوة وتوفير الأمن عبر التعامل مع الجهات المسلحة والحد من السلاح المنفلت باستخدام لغة الحوار فقط وتجنب السلاح إلا إذا كان طريق الحوار مغلقا بالكامل. يريد المختصون في الشأن الاقتصادي من الحكومة دعم القوى الشبابية العاملة، وذلك بإجراء عمليات تدريب واسعة ومكثفة لمختلف مستويات القوى العاملة وفتح المجال لتعيين الموظفين في القطاع العام للعمل في القطاع الخاص، على أن تدفع الحكومة غالبية معاشاتهم ويتكفل القطاع الخاص بالنسبة الأدنى منها. من التوصيات المهمة كذلك تشكيل المجلس الرسمي الدائم لرجال الأعمال ليكون حلقة وصل بين الحكومة ورجال الأعمال من كافة القطاعات التجارية، وتأسيس صندوق دعم الصادرات لتشجيع الصناعة الوطنية بكل صنوفها وتوفير مورد كبير للبلد، وإنهاء حالة الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط الخام. الحكومة مناط بها واجب توفير المحفزات المختلفة لتحقيق نهضة إنتاجية كالوقود والطاقة والأسمدة والمبيدات وفرض رسوم عالية على المستوردات. تحتاج النهضة الاقتصادية لنموذج معياري دولي ومعاهدات استثمارية ثنائية يتوفر فيها شركاء محتملون كمستثمرين في الصناعة والزراعة والخدمات. معضلة السيطرة على المنافذ الحدودية لمنع التهريب وفرض رسوم جمركية هي واحدة من أكبر المعرقلات التي تكبل الاقتصاد وتمنع تطوره وازدهاره، وإنهاء سيطرة الأحزاب الفاسدة من أجل منافع شخصية على المنافذ الحدودية هو واجب يجب على الحكومة تنفيذه. الطاقة ضرورية لتحقيق أي نهضة إنتاجية وبالذات في المجال الصناعي وتوفير عناصر جذب حقيقية للانتقال من القطاع العام إلى القطاع الخاص. كما يراد تحويل مصانع القطاع العام إلى القطاع المختلط أو القطاع الخاص، لا سيما تلك المعطلة أو شبه المعطلة أو ذات الإنتاجية القليلة مقارنة بقدرتها، وذلك عبر جلب شركات إدارة عالمية أو كادر إداري وفني من مصانع عالمية لإعادة تأهيلها على أن تأخذ نسبة من الأرباح وتباع الأسهم للمواطنين. من الضروريات أيضاً وضع قانون للشركات المساهمة من القطاع المختلط، لأنها ستكون هي البديل الطبيعي عن النفط والغاز لتحقيق المورد الأساسي، فالقوانين العراقية الحالية بهذا الشأن غير ملائمة وتفتقد للشمولية والمرونة. تفعيل التحكيم الدولي والوطني هو من الشروط الضرورية لتحقيق الإصلاح، إذ يجب التوقيع على اتفاقية نيويورك لسنة 1958 للاعتراف بالتحكيم الدولي وتنفيذه ضمان التنفيذ السليم لقرارات التحكيم وفقاً لأحكام الاتفاقية وتشريع قانون التحكيم الوطني بناء على القانون النموذجي للتحكيم في التجارة الدولية.